يا سيادة المشير، احنا عشمانين في القوات المسلحة، مطلوب منكم تدعموا الدولة في الظروف الاقتصادية الصعبة دي. سيادة رئيس القوات المسلحة، عارف سبق ودعمت الدولة بمليار ونص مليار دولار، بس يعملوا ايه مليار ونص في بلد انا استلمتها خربانة؟ احنا عايزين كمان 2 مليار دولار. سيادة الرئيس، الفلوس دي تخص ميزانية القوات المسلحة للتسليح والتدريب، يعني لنا ولا رئيس الأركان نقدر ناخد فيها قرار. القرار بيبقى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة. طيب اعملوا اجتماع عاجل، ومفيش مانع تفضلوا هنا لحد ما تخلصوا الموضوع.